تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهده ونائب حاكم الشارقة فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى الشارقة للخط الذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة تحت شعار ارتقاء، ويستمر حتى 30 من شهر نوفمبر المقبل. ويقدم معرض دعاء 27 مخطوطة مكتوبة بخطوط عربية متنوعة مثل خط النسخ الجيد والخط المغربي بالمداد الأسود والأحمر واللازوردي والخط المغربي الأندلسي المجوهر العريض بالمداد البني الغامق. وتأتي المخطوطات مزغرفة ومذهبة ومحاطة بإطارات مذهبة وحواش مذهبة، ومنها ما هو محفوظ بغلافه الأصلي القديم وبجلود أصلية قديمة.